السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا اليوم راح أسوي لكم فد فيديو مبسط عن طريقة أخذ الفاينل امبريشن. جاي أشوف أنه بالعيادات نفس الأسئلة جاي تتكرر، الطلاب ما يعرفون شنو جاي يشتغلون وشنو الهدف من كل خطوة يسووها على مود يحصلون على الفاينل امبريشن. اليوم إن شاء الله تعرفون خطوات الصحيحة على مود توصلون إلى فاينل امبريشن مضبوطة. مثل ما تعرفون انه جلسة الفاينل امبريشن هي الجلسة الثانية بعد جلسة البرايمري امبريشن. بعد ما كملتوا البرايمري امبريشن سويتوا السبيشال تري، زين نجي احنا هسه نسوي جلسة الفاينل امبريشن. نبدي ناخذ فاينل امبريشن. اول خطوة واني اشوفها اهم خطوة بالفاينل امبريشن، اذا انتوا ضبطتوها ان شاء الله ما تعذبكم، بس اذا ما ضبطتوها راح تعذبون على مود تحصلون الفاينل امبريشن، اللي هي شنو؟ اللي هي checking of over excitation in a special tray. مثل ما تعرفون انه special tray لازم تكون تقريبا 2 مليم اقل من ال vestibular fornix، يعني من الابكس of vestibule لازم تنزل ال special tray تقريبا 2 مليم. لازم شنو؟ لازم عندنا clearance للفرينم، الليبيال فرينم للبوكال فرينم، بحيث تقدر تتحرك براحتها. ومو بس كليرنس، لازم كليرنس وشويه اقل، يعني نازله شويه عنها. ليش؟ لانه احنا راح تجي عندنا ماتيريال تملي هذا السبيس، زين. فبالبدايه لازم نشيك الليبيال اوفر اكستنشن، اي اوفر اكستنشن لازم نوخره، بالاضافه لانه نشيك الفرينم، كل الفرينم نوتش مفتوحة بصورة صحيحة، زين. واي مثلا انا اشوف انه الطلاب اذا اقول لهم من انا اوفر اكستنشن يروحون بس شوي يشخطوها للسبيشال تري ويرجعون، ماما اوفر اكستنشن انا محدد لكم اياه، قصوه ليش تخافون؟ هاي سبيشال تري، انه سبيشال تري عادي، لا تخافون انه تقصون الاوفر اكستنشن حتى تحصلون على امبريشن مضبوطة. وجود الاوفر اكستنشن راح يضرنا ما يفيدنا. هسه تقولون شلون دكتوره يضرنا؟ احنا اذا اخذنا اوفر اكستنشن السبيشال تري بها اوفر اكستنشن، الفاينل امبريشن ايضا راح تكون اوفر اكستنشن. اولا انت ما راح تحصل على سيل مضبوط، راح يطلع الدنشر من البيشنت ماوث بعد ما يكون هو كله اوفر اكستنشن، الفلانجات اوفر اكستنشن. طبعا هاي الفلانجات من تكون اوفر اكستنشن التشو راح يندفع، مثلا بالنسبه للابر راح يندفع بالاتجاه الابورد، خو هذا ما يظل مدفوع، ويا كل حركه راح يحاول يرجع لمكانه، وبالتالي هاي الفورس هي هاي فورس اوف ريموفينج اوف دنشر، واحنا هاي الفورس اصلا ما نريدها، زين. فلازم يكون عندنا الفلانجات كلها مضبوطة ما بيها اي اوفر اكستنشن. صورت لكم كيس من زميلكم قاعد يشتغل، وحددنا انه شوف شلون فتحنا الاوفر اكستنشن مخرنا وفتحنا الفرينم، سوينا الفرينم نوتش بحيث انه يقدر البيشنت، يعني العفو، بحيث انه نقدر نحرك الفرينم بدون ما اطخ بالسبيشال تري. هنا شوفوا شلون اول صوره عندنا، شوفوا شلون اوفر اكستنشن، حتى اذا تشوفون اكو هنا فرينم ما جاي تقدر تتحرك، جاي تطخ بالتري، حددناها واخذنا من عندها، زين، حتى نحصل على الفلانج المضبوطه للدنشر. بعد ما هيئنا السبيشال تري اتاكدنا انه كل شيء بيها مضبوط، ما بيها اوفر اكستنشن، الفلانج مفتوحه، ايضا لازم تكون سموث بحيث ما تاذي البيشنت، شيكناها بالبيشنت ماوث. ورا ما شيكناها بالبيشنت ماوث نبدي هسه بالبوردر موديلينج باي بمن تريسينج كومباوند. التريسينج كومباوند مثل ما تعرفون انه احنا نحطه على البوردر اوف سبيشال تري على مود يحددنا الشكل مال الدنشر اللي راح يصير. شلون هذا نستخدم التريسينج؟ ممكن انه عندنا طريقتين، يعني ممكن انه نحميه دايركت على النار، نحميه ونحطه على
سبيشال تراي، بعدين نرجع السبيشال تراي نحميها بالمي الدافي او الحار، ونرجع مره ثانيه ندخلها بالبيشنس ماوث ونسوي البوردر موديلنج. او عندنا ربر باول بها مي حار كافي بحيث انه يموع لنا التريسينج، فما نحتاج نار مباشره نموعه ونسوي على شكل رول. وانا احب هاي الطريقه، يعني دائما اموعه بمي حار واسوي على شكل رول واحطه بحيث انه مثل هاي الصوره الاخيره حطيتها بعدني ما مدخلتها بالبيشنس ماوث، فاحطها بحيث انه تبين عندي كانه اللي قدام انا مرتبتها هواي، حتى من ادخلها بالبيشنس ماوث تاخذ الطبعه المضبوطه. اذا استخدمنا النار وهي يعني كلهم يستخدمون النار، انتبهوا على شغلة انه لا تحرقون الامبريشن العفو التريسينج كومباوند، لا تحطوها مباشرة. شلون هسه اني هاي الصورة تعمدت اخلي لكم اياها، هاي الصورة من الجهة الثانية اذا شوفوها يجي تحترق، لا قربوها من النار خلي تمون، بس لا تحطوها مباشرة على النار حتى لا تحترق. وتشوفون هسه اذا تحطوها مباشرة على النار راح يصير بها يعني هي الماتيريا نفسها جاي تحترق. زين هسه بعد ما حطيناها على السبيشال تراي رسمناها حتى يصير شغله مرتب، انتوا رسموها انتوا تخيلوها، رسمناها حطيناها على السبيشال تراي، رجعنا حميناها بالربر باول دخلناها بالبيشنس ماوث. نبدي هسه بالبيشنس ماوث نسوي حركات البوردر موديلنج. انتوا بكيفكم، انتوا مخيرين انه تحطون مثل هسه الصوره الانتيرير بارت بعدين تحطون البوستيرير بارت، او تريدون تحطون كوادرنت مثلا جزء وبعدين تكملوا، او سايد واحد، فانتوا مخيرين. انا احب انه اشتغل مثلا استخدم الانتيرير بارت احط له التريسينج كومباوند بعدين البوستيرير، فانتوا مخيرين شلون شو تحطوها. بس رجاء لا تحطوها كلها، يعني هسه اكو طلاب يقولون والله احنا نحطها كلها وندخلها بالبيشنس ماوث، لا حتى خاف اكو عندكم مكان بخطا او اوفر اكستنشن، راسا تحددوا مو بعدين تظلون تتحيرون اذا كلها حطيناها على حطينا تريسينج على كل الفلانجات وجينا ندخلها بالبيشنس ماوث، اذا عندنا مكان بخطا راح تحير، يعني نحير وين هذا المكان ما نقدر ندقنزه. فسووا بارت بارت افضل لكم، انتم بعدكم طلاب حتى اسهل. زين هسه احنا هنا الصوره البيشن الطالب ماخذ مسوي تريسينج للسبيشال تري مالته. شلون سوي تريسينج؟ مثل ما قلنا الانتيرير بارت اول شيء حطه زين ورجع حماه، بعدين دخله للبيشنس ماوث، حرك اللب داونورد ابورد اند هوريزونتالي ايضا حركها زين وطلعه، شاف انه اوكي مضبوط، رجع كمل وين كمل، كمل البوستيرير بارت من التو سايد، ايضا حط لنا التريسينج كومباوند على البوستيرير بارت، وحرك لنا التشيك، سوى مساج للتشيك او لزم التشيك من نير ذا كورنر اوف ذا ماوث وحركه. بالنسبه للابر الحركه تكون اوتورد downward and inward، بالنسبة لل lower لا تكون outward in forward and inward. زين بعد شنو اكو شغلة مهمة انه نطلب انه من البيشنت انه يحرك الماندبل to right side and left side. هسه سألون ليش احنا جاي نشتغل بالأبر دنشر، ليش نطلب من البيشنت انه يحرك اللي الماندبل اللي هو ما له علاقة بالأبر دنشر، خلينا نقول رايت تو رايت اند ليفت سايد. ليش دائما اسأل هذا السؤال؟ لانه احنا عندنا كرونويد بروسس بالماندبل، هاي الكرونويد بروسس من تتحرك تو رايت سايد اور ليفت سايد راح تجي باتجاه الديستوبوكال فلانج مال الماكسيلاري دنشر، وبالتالي هي راح تحدد لي الثيكنس مال الفلانج اوف ماكسيلاري دنتشر. فاني من اطلب من البيشنت يحرك لي الماندبل تو رايت سايد اند ليفت سايد، هو راح يحدد لي الشيب او الفلانج مال
الديستو بوكال فلانج، هذه كلش مهمة ولازم نطلبها من البيشنت. بعد اجينا حطينا بالبوزدا، منطقة البوزدا سوينا تريسينج تقريبا 2 to 4 ملي، حطينا تريسينج وحط التريسينج ودخله بالبيشنت ماوث وقال البيشنت انه يقول اه وضغط زين او طلع التريسينج. اجي تشيك هسه طلع التريسينج، لازم يشيك شغله مضبوط مو مضبوط قبل لا ينتقل للخطوة اللي وراها. شلون يشيك شغله مضبوط لو مو مضبوط؟ يدخل التري مرة ثانية inside the patient's mouth ويلزمها من الهاندل وينزلها لجوا. من ينزلها اذا اكو ريسيستنس معناته شغلنا بالانتيريور بارت مضبوط، يعني من البوكال فرينم اللي قدام مضبوط، خلينا نقول من البريمولر للسنترال هاي الفرينم من منطقة البرينو العفو منطقة البريمولر للسنترال، هاي هنا عندنا المنطقة خوش يعني محصلة بيها سير مضبوط زين. أنا أريد أشوف هم أتأكد فد مرة أتأكد من البوستيريور بارت. شلون أتأكد من البوستيريور بارت؟ هم ألزم التري من الهاندل، قبل شوي إحنا نزلناها لي جوا على مود نتأكد من الأنتيريور بارت، هسه لا بالعكس نصعدها لي فوق. نصعدها لي فوق، من نصعدها إذا شغلنا مضبوط نسمع هذا الصوت اللي هو مثل كأنه فشي يخلع من شي، أكيد أنتوا سامعين إذا ماخذين فاينل إمبريشن، فهذه معناته إنه إحنا عندنا سيل بوستيريوري. إذا إجينا دخلناها بالبيشنس ماوث لا حصلنا ريسيستنت أنتيريوري ولا حصلنا هذا الصوت بوستيريوري، التري تلعب بالبيشنس ماوث هيك بحلقة يعني. هذه معناتها اكو مشكله، لو اوفر اكستنشن لو اندر اكستنشن. طبعا اذا اوفر اكستنشن نشيل كل التريسينج كومباوند ونرجع نقصرها ونفتح الفرينامات ونبدي نشتغل. اذا اندر اكستنشن نضيف تريسينج كومباوند للمناطق اللي عندنا بها خلل زين. بعد اكو خطوه مهمه اني احب انه انتم دائما تسووها اللي هي شنو، اللي هي السكرابينج. انه بعد ما كملنا التريسينج كومباوند نسوي سكرابينج بسيط للتريسينج، يعني نبدي نشخطه مو نشخطه وانما نحكه بحيث انه ناخذ طبقه خفيفه من التريسينج. ليش؟ لانه عندنا بعد احنا ماتيريال ثانيه راح تيجي فوق التريسينج وتملي لي السبيس اللي هي منه، اللي هي الزنك اوكسايد اللي هي الفاينل امبريشن ماتيريال اللي راح ناخذ بيها. فخلينا نوفر لها سبيس حتى لا يصير عندنا اوفر اكستنشن، نفتح المناطق مثلا الفرينم ايضا نسوي لها سكرابينج، الفلانجات كلها نسوي لها سكرابينج زين، حتى سكرابينج بسيط مو تتخيلوا هوايه، حتى اوفر سبيس للزنك اوكسايد. الفاينل امبريشن ناخذها بالزنك اوكسايد هي الماتيريال اوف تشويس. الزنك اوكسايد من انه من الخواص مالتها مثل ما انتم ماخذين بالمرحله الثانيه انه ستيكي ماتيريال، تلزق بالبيشنت ماوث، يعني تحتاج انه فد طبقه عازله حتى لا تدمر البيشنت، لا تدمر وجهه حتى بسهولة تنغسل. فإحنا شنو نخلي بازلين around the علب على التشيك حتى إنه خاف يصير أكو فد ماتيريال على وجهه أو خده يقدر بساع إنه يغسلها. عشان هنا نسوي ميكسينج للزنك أوكسايد ماتيريال 2 equal in length من التو تيوب، احنا هاي الزنك اوكسايد تجينا تو تيوب نحط من عندها equal length ونبدي نسوي ميكسينج بحيث نحصل على ميكس هوموجينوس ميكسينج. لا اشوف اللون الاحمر او هذا الصماقي او ما اعرف زين، ولا اشوف اللون الابيض، اسوي له ميكسينج مضبوط بحيث احصل على هذا اللون اللي يكون هوموجينوس زين، وابدي اسوي لودينج على التراي. دكتورة ليش نستخدم الزنك اوكسايد؟ ليش ما نستخدم الالجينيت؟ الزنك اوكسايد انه هي الماتيريال اوف تشويس بالفاينل امبريشن، تطلع لي الفاين ديتيلز. مثلا بعض الاحيان تصدف انه ما موجود عندنا زنك اوكسايد، ممكن استخدم اللايت بودي بدال الزنك اوكسايد، بس هي الزنك اوكسايد افضل. لايت بودي ايضا ماشي حاله، ممكن ناخذ بيه الفاينل امبريشن. زين دكتورة يصير اخذ بالالجينيت؟ سمعت انه يصير اخذ بالالجينيت،
أنا ما أقول إنه الأجنيس نهائيا ما يصير بي، ممكن إذا تسوي within consistency معين، تحتاج experience خاصة، تاخذون final impression بس هي لا لا تاخذون final impression انتو كطلاب، لا تاخذون final impression بالالجينيت، final impression تاخذوها اما بالزنك اوكسايد اما تاخذوها باللايت بودي، هو الخيار الثاني لكم. هسه بعد ما زميلكم سوى ميكسينج للزنك اوكسايد ميكسينج مضبوط، اجى سواله لودينج بال سبيشال ثري ودخله انسايد ذا بيشنتس ماوث. احنا انا جاي اعرض لكم اخطاء حتى شنو، حتى تستفادون من عندها، يعني ما جاي بس الشيء البيرفكت لكم. هنا طلعنا السبيشال ثري، شفنا عندنا عنده بيها بعض المشاكل اللي هي شنو، هي بريجر ايري. ان هنا طالع عندي بريجر ايري، اذا تشوفون هاي البريجر ايري بالسهم اللون الازرق، هذه هنا عندي هاي المناطق هي جاي تسوي لي بريجر ايري، فانه احنا نسوي سكرابينج مضبوط للتريسينج زين حتى ما يصير عندي بهالمناطق بريجر ايريا. بعد شنو عندنا، عندنا هنا على البليت هوايه ضاغط، هوايه ضاغط على البليت زايد على زوم، بحيث مؤخر لي الديتيل مال الروجي ايريا، وانا احتاج الروجي ايريا بالريتينشن. هاي الخطأ الثاني. بعد تشوفون هاي النقاط الصغيرة الموجودة على الموجودة بكل الفاينل امبريشن ماتيريال، كل الزنك اوكسايد، هاي النقاط الصغيرة هذه اللي هي انا اشرتها بالقلم العفو باللون الاحمر السهم الصغير، هذه شنو، هاي من جايتنا، هاي جايتنا من اكو سلايبة بالماوث، ما منشف السلايبة. احنا شو نسوي، نخلي جوزة على مود نتجنب هذه تطلع لنا هذني النقاط الصغار، نخلي جوزة ننشفها بنشف الابر ارش جوزة ونخليها inside the patient's mouth، حد ما نجي نريد نسوي insertion للماتيريال زنك اوكسايد نوخر الجوزة وندخل العفو اللي هي منه الزنك اوكسايد. زين هاي احنا بالنهاية انه لازم يكون الفاينل امبريشن ماتيريال اللي هي زنك اوكسايد لازم تكون هوموجينوس زين، وما بها بريجر اريا. بالنسبة للور من ندخله لازم يعني نطلب من البيشنت انه يحرك لسانه يمنى يسرى، ولازم يطلعه حتى اي اوفر اكستنشن من جهة اللنجوال يعني نتجنبه زين. وهاي يعني فد يعني خلينا نقول فشي بسيط، انه ان شاء الله يفيدكم لما تاخذون الفاينل امبريشن وتعرفون شنو الشغله وشنو ممكن انه تكون عندكم اخطاء حتى تعالجوها ساعة الساعة، وانتم من يومكم تشتغلون، ما تحتاجون احد يساعدكم او يشتغل عنكم، انتم نفسكم تشتغلون بايدكم. وان شاء الله يكون فيديو مفيد لكم. Thank you.